السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعات ومتابعي أسكيك، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع محمد ياسين. نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم كنقترع عليكم قريسات ولا قريشلات ولا دي بغيوشات بالزنجلان والنافع. اختاريت نفاصونيهم على شكل قريسات اللي متفورين ولا تخسي، تقدروا بطبيعة الحال تصيبوهم عاديين ضايرين. هاد قريسات كيجيو رطبين بزاف ومناسب للفطور ولا الكوتي، وكيبغيوهم الاطفال بزاف. اذا بلا ما نطول عليكم نمشي ونكتشفوا الوصفه ديالنا ونبداو على بركه الله بالعجينه. تقدروا طبيعه الحال تعجنوها بيديكم ولا بالعجانه، هيا خاصه تدلك مزيان. نبداو اذا بالدقيق، دقيق الخبز وماشي ديال الحلويات، ونزيدوا عليه السكر، سكر الزهر، ولا ما توفرش عندكم تقدروا ديروا ماء زهر. غادي تلقاو جميع المقادير اسفل هاد لا فيديو. غادي نزيدو من بعد الملحه، خميره الخبز، ونبعدوها من الملحه، ونضيفو الزنجلان الابيض ولا البلدي ماشي مشكل، النافع، البيض، وغادي نجمعو هاد العجينه بالحليب اللي دفيتو من قبل. غادي نخدمو العجانه على ادنى سرعه، وملي تجمع العجينه كامله نبداو نزيدو الزبده طومبيري مو حراره الغرفه رطبه شويه بشويه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا ديال الزبده. ومن بعد غادي نزيدو في السرعه ديال العجانه من الواحد ندوزو لجوج، ونخليوها كتدلك لمده 10 دقائق. من بعد مرور هذه المده غادي نغطيو العجينه ديالنا بالفيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح وتخمر لمده ساعه كامله من الزمن. من بعد ما خمرات وتنفخات العجينه ديالنا غادي نحطوها على سطح العمل اللي رشيتو من قبل بالدقيق، ونرشو كذلك العجينه ديالنا بشويه ديال الدقيق. غادي من بعد نقسم هاد العجينه على 16 قطعه، من الاحسن تعبروهم باش يجيو كاملين مقادين ومن نفس الحجم. غادي نكوروهم باش نشكلو دي بتي بول فحال اللي كنديرو بالنسبه للخبز. ومن بعد غادي نقسمو كل كويره على 3 ديال القطع متساويه. غادي نروليو كل قطعه على شكل ان بودان، دونك غادي نحصلو على 3 ديال لي بودان يكونوا رقاق شويه ماشي بزاف. ومن بعد ما بقى لنا غير نضفرو هاد لي بودان ديالنا، نلصقوهم في الاول مع بعض من جهه واحده. ومن بعد غادي نبداو نضفرو هذوك لي بودان اللي في الشناب، غادي نجيبوهم للوسط حتى نكملوا كاع الكريسات اللي عندنا. وكيف ما قلت لكم من قبل، تقدروا بلا ما تقسموا هذوك الكويرات على 3 تقدروا ديروا كريسات عاديين كلاسيكيين بشكل عادي اللي كنعرفوا كاملين، نخليوهم على شكل كويرات ونحطوهم فوق لابلاك ديال الفران.
إذن غادي نستفو لي بريوشيت تريسي ديالنا ولا مطفورين فوق اون بلاك ديال الفران، نبعدو بيناتهم لأنهم غادي يتنفخو، ونخليهم يخمرو لمدة 40 حتى 45 دقيقة. من بعد ما الكريسات ديالنا يتنفخو غادي ندهنوهم بلا دوغور اللي هي عبارة على أصفر البيض وشوية ديال لاكخيم ولا الحليب. مقادير كيف ما قلت لكم غادي تلقاوهم في لا ديسكريبسيون. غادي نرشو هاد الكريساج بالزنجلان الابيض وندخلوهم الفران اللي خصو يكون سخون على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة حتى 20 على حسب الفران ديالكم. لي بريوشيت تريسي ديالنا كيجيو شكلهم زوين بزاف، مغاير على الشكل اللي مولفينو، مذاق ولا اروع، وكيحماقوا عليهم الاطفال بزاف. الوصفه ديال النهار اليوم وصلت للنهايه ديالها، نتمنى تكون عجباتكم وسيرتو تجربوها ان شاء الله. ما بقى لي غير نتمنى لكم شهيه طيبه، نتلاقاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله في وصفه جديده. من هنا لتما تهلاو في راسكم، الى عندكم شي سؤال مرحبا بالتعليق ديالكم، وما تنساوش تزوروا القناة والصفحات ديال ياسكيك على فيسبوك وإنستغرام. وفي الأخير وكيف ما كنقول لكم دائما، إلا قدرت أنا ندير الوصفة حتى أنتم ما تقدروا تديروها حتى حاجة مصعبة. السلام عليكم.